عليكم غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم سنك سنك يا ربي. المهم مرحبا بكم اخواتي عتي، ومرحبا بيا معكم اليوم البنات. راني دايره واحد الفيديو ديال بدايه ديال الشهر ديال رمضان ان شاء الله. هذا النهار الاول الحمد لله، يعني باين غير النهار الاول غيكون زوين عادي، انا ما حاسه بوالو الحمد لله. عادي جدا، في شويه ديال السخفه ولكن عادي. ديك السخفه منين حملته هي فيا. المهم دابا البنات غادي ندوز نوجدوا هكا الفطوره ديالنا ان شاء الله، شي حاجه بسيطه. كيف ما كتعرفوا انه رمضان ماشي هو اننا ناكلوا ونعمروا الطوابل وداك الشيء، انا دائما وكنسطر عليها رمضان شهر الغفران، رمضان شهر الصلاه، رمضان شهر الصوم. يعني نصوموا ماشي نصومو والصوم انا ماشي غير كرشنا، خصو يصوم لساننا، يصوم عينينا، يصوم ودنينا، يصوم كل شيء خصو يصوم فينا. اليوم البنات غادي ندوزو نوجدو، شوفوا حطيت الفطور لالينا وداك الشيء، المهم المترونات القضيه شويه في الكوزينه. غادي ندوز نصاوب واحد ليكيش معمرين، وعندي البريوات في الكونجيلاتور غادي نجبدهم. بشرى غادي تصاوب التكتوكه ديالها حيت عندها تكتوكه خطيره جدا. ايوا صافي، المهم غادي ندوزو. وحميد عيط لي قال لي كنت باغا ندير بيتزا، قال لي لا بلا ما ديريها، راه واحد صاحبي كيدير لك شي زوين ومراته كديرو على الدار شي حاجه زوينه ديال الدار غادي نديرها. وبالمناسبه البنات بغيت نقول لكم انه بمناسبه هذا الشهر ديال رمضان، البنات اللي باغيين عندهم مشاريع صغرى وباغيين يديروا اشهارات لذاك المشاريع الصغرى اللي عندهم على اي حاجه، فمن هذا الفيديو نقول لكم بمناسبه رمضان انا غندير لكم اشهارات. فابور دوزو عندي الانستغرام وهضروا معايا على شنو بغيتوا ديروا، يعني اللي عندها اي حاجه مشاريع صغرى فهاد الشهر تسرد لي غير لي برودوي، حيت ضروري اي حاجه خصني نجربها باش نعطيها الناس ديالنا، اي حاجه خصني نشوفها ونعطي الراي ديالي انا الشخصي فيها، باش هكا نقدر نخدمها بواحد كي كنقولوا حنايا بواحد صدر رحب، ونخدمها بالثقه، وكذلك حتى الناس ديالي يكونوا عارفين ان شي حاجه راني جربتها. دوزوا عندي الانستغرام غنخلي لكم تحت صندوق الوصف، وتهلاو لي فراسكم دوزوا نخدموا شغلنا. مهم هنا البنات دست كنصاوب ليكيش العماره الحشوه ديال ليكيش. نورمالمون كاينه الحشوه الاخرى اللي ديال البيض ودانو مسوس، ولكن انا ما كيعجبنيش داك الحشوه اللي كيكون فيها البيض هكا كيخضر وكيطيب في الفران وداك الشيء، ما عرفتش كيفاش كتجيني في اللوغو، ما كتعجبنيش. صافي هنا درت الحشوه، غادي ندير البصيله، غادي نشلط، غادي نقطعها هكا. ملي غادي نقطعها غادي نديرها في المقيله مع زويته، وغندير ليبزار سكينجبير، وغادي ندير كنور الضامه ديال البنه ضروري ومؤكده في الحضور. غادي نديرها، وموراها غادي ندير عاوتاني ضامه ديال اللي فيها ديال الزعفران الحر. صافي مليحه، وغادي نديرها كتقلى ونزيد، واكيد الزعتر 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 البنات غادي نكثر من الزعتر ولا الزعتر ولا اللي عندكم. المهم غادي نكثر من الزعتر ديال البيتزا. ها انتم كيف ما كتشوفوا انا مشيت خديت هذه من المرجان، عرفتوا كتعطي الريحه ديال بصح. صافي غادي ندير في الكفيته، وغادي ندير في البصيله، ومن بعد نخليهم كيتقلاو بجوج بهم. غنزيد واحد شويه ديال لاصوص ديال المطيشه كيف ما شفتوا، ديال ماشي ديال البيتزا، ماشي لاصوص ديال المطيشه الطاس ديال الحريره، لا ديال البيتزا اللي هي كتكون معطره وديك الشيء. صافي هنا بديت كنخليها كتقلى كتقلى كتقلى، ومن بعد غادي نزيد عليها. صافي كي قلت لكم بعد غادي نزيد عليها الكفته، غادي نخليها كطيب كطيب كطيب، وغادي ندوز نصاوب لاصوص بيشاميل. كيف ما كتعرفوا هنايا في سلوستي كدير تكتوكه لحميد، حميد بغا تكتوكه وداك الشيء، وراه كتصاوبها له. انا صراحه حميد وداك الشيء كيبغيو الطاجين يكون ضروري في الفطور، ضروري خص طاجين، يعني واخا داك التقيوتات وداك الشيء اللي كتحطيه في الطبله وداك والو ما كاينش بحال الطاجين والتغماس. صافي هنا قلت له ندير لكم طاجين، قال لي لا صافي ديروا لنا غير تكتوكه. الينا راه حاضره وقاديه الغرض. هنايا درت الزبده في الاخر، وخليتها تا سخنت بزاف المقله، خليوها على الكاسرونه. ايوا صافي، وغادي نزيد الطحين، وغادي ندير الحليبه، وغادي نخليها كت يعني غادي تعقد شويه، وغادي نزيد عليها في حتى هاد الاخر، غادي نزيد عليها زعتره، شويه ديال السكينجبير. كون كانت الكوزه كتجي زوينه، ولكن ما عنديش الكوزه، يعني حتى الكوزه كتجي في لاصوص بيشاميل كتجي فيها فنه. صافي والحليب، صافي غادي نبقى كنخلط كلشي على ما غادي تعقد، وغادي نخوي عليها الفرماج. عرفتوا كيفاش جات؟ جات راه ما يمكنش، جات قاصحه قاصحه قاصحه، حتى كتجبد هكا بالموتزاريلا، جات كتحمق. ايوا صافي، وغادي يعني غادي نبقى كنخلطها وصافي.
was great. I just went out. I tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. عرفتو بقينا كنتهاودو نسينا الفطور. عرفتو عاد جريت كنحط هادو هما فين وجدو. جا حميد عرفتو راه المغرب قريب. قلتلو واش غادي تخرج؟ قال لي لا باقي راه قريب المغرب. قلتلو لا راه مازال. انا عاد على الساعه القديمه كانت كتودن مع 8 قل 20 القديمه هي 7 قل 20 الجديده. انا عاد على 8 قل 20 حق الله العظيم. المهم كبيده ديالي فطرنا عرفتو. انا تسخسخت ولا كيجيني داك التسخسيخ ديال الحمل. مهم بدا كيجيني التسخسيخ ديال الحمل وبدا كيبان. راني كنجمع الطبله شويه بشويه كنجمع الطبله الحمد لله. فطرنا بداك الشيء اللي كتبنا الله سبحانه وتعالى. واهم حاجه هي الصلاه والصلاه والصلاه. واهم حاجه هو اننا نصوموا ونصوموا على الهضره في عباد الله ونصوموا على الهضره في بزاف وعلى الله نزيدوا القدام. مهم دابا غادي نمشي نوصل بوشره باش غدير مفاجاه للشيخي ياك. هادشي ديرلو مفاجاه مازال يعني ما عارفين والو. تمشي تفاجئهم وديك الشيء. ايوا وعد اننا نرجع نجمع الطبله حيت الا بقينا كنجمعوا الطبله غيمشي الحال وما غاديش يصلح. غادي نعس باين حميد. غادي نوض نمشي نوض بنتي كانت عرفتو كانت ملاخره. غنمشي ندير بعدا واحد الكوماج للبشره وماسك وداك الشيء. ايوا تهلا شويه في راسها وداك الساعه نتلاقاو. بوشا قالت لي نغسلو دابا المغرب قبل ما نخرجو. حنا باغيين زعما نمشيو عاد نغسلوهم. ساعة قالت لي دابا نو 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 هو نو هو. Tried to escape this crazy life, but it just wasn't the right fight. You were right. I feel you are from far away. Just tell me why you wanna stay. I'll show you all my devotion. I feel you are from far away. Just tell me why you wanna stay. I'll show you all my devotion. Okay. قولهم سافا. قولهم اوكي اوكي كودا ا بي سي دي داب ا بي سي دي ا بي سي دي ا بي. يلا وصلت خلينا نصوروا. قولوا القلبات الكاميرا اش مشينا ما بغيتي. مهم كبيدات غزالات عرفتو راه حنا جالسين داري واحد الجلسه داك الجلسه ديال الارض عرفتو. خصنا غير شي برداتاي في هاد الارض. مشيت شبعت ما قديتش باش ندير داك الجو ديال برداتاي. ما قديتش عمرتها حريره ديال خالتي كريمه مرات عم حميد الله يحفظها ويكثر خيرها. صيفطات لي الحريره. انا ما كنديرش الحريره. ما كندير. خصنا نجرب شي مره ندير الحريره. نشربوا العجينه بحال داك الكاطو غريبه اللي درت. والله العظيم خصني نجرب شي ندير حريره. ما كتهي القدرات. لا عرفتي شنو قال لي قبيله البنات اللي كيش اللي درت؟ قال لي منى تخدمي معايا. قلت له شنو؟ قال لي بقى كنصاوبي لي لي كيش وانا نبيعهم. لا لي كيش واعرين وضرب لي من الحساب. قال لي بقى ندير لهم 5 دراهم الحبه. لا بزاف 5 دراهم حميد. واش باغي تربح دغيا؟ باغي يطلع طلع بوم. بغيتي تفتح المحل تبداها الطابله تفتح المحل. ايوا دابا دابا رمضان دابا هي سويسطات راه كيباع البنات داك السوسيط خانزو بنين. خضر خضر اللي بغا يدير كيجي خضر كيباعو في تازا فوق حدا قهوة النجاح. زوين فن 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 غزال كيجي. كي كديري هكا مع البيض ولا شي حاجة كيجي زويون. ايوا صافي الغزالات ديالي هذا مكان. المهم مشيت دوزت ديت الاخرى ديت بشرى اخت حامد.
ديتها البنات بشرى اخت حامي، ديتها طلعتها للدار اتفاجاتهم، باتت عندي، جات البارح عندي وباتت معايا، وخرجنا ومشينا للمرجان. المهم خليناها في بلاصه وتا واحد ما شايفها. كنوصلوا للتزال فوق كتخبع، كنطلعوا حامي التزال فوق كتخبع. ايوا هاد النهار قالت لي ضروري، حيت مسكينه ما جايباش بزاف، خاصها تمشي ترجع حيت الخدمه راكم عارفين العطله دغيا. ايوا قالت لي غادي نمشي بحال تجلس مع باها وتجلس مع داك الشيء. ايوا صافي. المهم هذا هما الاجواء ديال رمضان كيفاش كدوز. انا مع إلينا بنتي محمقاني شوف كداويهم. والله يرضى عليك. يلا صافي صافي والله يرضى عليك، والله يرضى عليك وصافي صافي. يا اختي بديت ياك انا مامك، يا كاين شي واحد كيعد اي انا مامك، انا مامك شوما ماي معاك بعدين نمشي معاك. حيد بعدي منا، هاي بعدي مني، سيري لهي هات سيري. ها شوفي دراني دراني حمد هذا المغيارة ويلي حتي واش انتي شريكتي؟ بغيت نمشي واش انتي شريكتي؟ اختي حم والدين ناضي هذه عندي امتي. انت شريتي؟ اجي يا ويلي تسهل علينا يا ربي، تسمح لينا يا ربي، تغفر لينا قولي امين يا ربي. تي مسكينه ما عرفاش نقص الموسيقى. وهادي راه صافي، هادي كلها ضاعت. يا ربي لا اجل انا على ابا انا ديري يا ربي يا ربي سهل علينا يا ربي يا قولي يا ربي اجي انا وقولي يا ربي اجي اجي ديري يا ربي عجينة عجينة يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي عجينة يا عجينة يلا بنتي يلا ديري يا ربي ديري يا ربي يلا ديري يا ربي يلا يا ربي شوفوا شوفوا البنات شوفوا يلا قولي كتصلي كتصلي عين دابا قبيله كنت كتصلي صلي قولي الله اكبر يلا يلا صلي كتصلي كتصلي دابا مسكينه. برافو إلينا برافو 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 يلا قولي يا ربي قولي يا ربي قولي يا ربي سهل علينا ربي يا ربي. شوفوا شوفوا بدا الدواء كيفاش كدير السيده يلا ديري
أبي يا ربي شكرا يا ربي يا ربي أبي قولي آمين أما قولي الله يرحمه نهار البنات حميد جاب لي واحد الدجاج نتا واحد الموت ومنين جا جاب لي داك الدجاج ديال الموت وانا بديت كنقول كندعي الله يرحمه ويوسع عليه وداك الشيء ايوا بنتي منين بدات تاكل داك الدجاج ويا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه قولي قولي الله يرحمه الله يرحمه المهم هكا البنات حنا عايشين دابا الحياه كنا سينوقوا عدتني كنبقاو كنعاين وقت السحور انا شرب الحريره وداك الشيء دابا غادي نوض ناكل شي حاجه شويه ونوض ناكل شي حاجه على ما يكون فلونطاب ويلي انا طاب قلت زعما ديدي درتي ديدي يلا قولي لهم باي باي عليكم ديدي ديري لهم باي باي حبيبتي قولي لهم باي باي ديدي باي باي ديدي وصافي قلت لك باي باي ما بغيتيش ديري باي باي يا باي باي عليكم البنات باي باي هي ما بغاتش تدير لكم باي باي ماما قولي لهم باي باي يلا بسلام عليكم بوسات لكم كاملين تلاقاو غدا في يوميه جديده فيديو جديد غدا ان شاء الله غادي نديرو ندير الصبه ندير الصبه حيت انا كتبغي شوفوا انا عندي ما داكشي ديال الصبه والمملحات وداكشي والعدس اللوبيا كسكسو عقلتي اول مره درت الطعام كي جاك كسكسو المهم داكشي كامل يعني عندي معاه شويه ماشي شويه بزاف الا كسكسو اللي عندي معاه شويه يعني عاد بديت كنتصاوبو الحريره عمري في حياتي جربتها ما تحقرونيش الا ما درتش الحريره ندير الصبه ولا ما كانت الصبه ندير الحمصه المهم فيها المرقه وفيها لاصوص طوماط كاين ولا ما كاينش يلا بسلام عليكم باي باي بوسات لكم كاملين باي باي بابا قول لهم ديروا لايك جاد لايك ديروا هكا لايك هكا هكا شمات شمات